ولكن يعني دعني أسأل فضيلتكم، هل كل الناس سوف يرى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة؟ بلى، أصحاب الجنة، أصحاب خلال. من دخل الجنة سوف يقربه رب العباد بهذا، أيا كانت هذه الدرجة، أيا كانت هذه الدرجة. يعني ولكن يعني درجة عليون يعني سبحان الله، يعني شوف ما هو ما في ناس يرون رب العباد بين الفينة والفينة، لكن في عباد اللي في عليين هؤلاء ها دول يرون وجه رب العباد بكرة وعشية. سبحان الله، هم درجات عند الله، هم درجات. لا إله إلا الله. على قدر ما ابتعد الإنسان عن الانغماس في الدنيا على قدر ما أوتي من فضل الله في الآخرة. علاقة عكسية، على قدر ما ابتعد الإنسان المسلم نعم. أن ينغمس في دنياه على قدر ما رأى من كرم الله في الآخرة، وعلى قدر ما انغمس على قدر ما حط به ما ابتعد. ما ابتعد.